يا طالبا عيش الرغيد، يا راميا خيرا يزيد، أعمر بيوتك بالتقى وسل الإله من المزيد، وسل الإله من المزيد، وأمر أهيلك بالصلاة واخضع لخالقك المجيد، رب الصغار على العفا والقول والفعل الرشيد، هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد. يا طالبا عيش الرغيد. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. البيت السعيد هناك فيه مواطن ومواضع للسجود، وهذه هي بقع النور في هذه البيوت. الصلاة، إقامة الصلاة في البيت للنساء وفي البيوت الله للرجال مما يجعل السعادة تتوازن في البيت. البيت السعيد يصلي أهله، حتى الصغير الذي ما أحسن الصلاة بعد تجده يحاكي أمه ويحاكي والده، يسجد لسجودهما ويترافق معهما في الركوع. البيت السعيد يعلم أن ركن الإسلام الصلاة، ولذلك أمر الذرية بالصلاة من أمر الله لك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. إذا ضاعت الصلاة في البيت وضاع أهل البيت من الصلاة وباتوا يعبثون بأوقاتها، تذبذبت السعادة في حياتهم. وأكاد أقسم بالله أن البيت الذي لا يتواصى أهله على الصلاة إن السعادة تخرج منه ولا يجدون لذة. لما؟ قطعوا الاتصال بينهم وبين الله. البيت السعيد نور الصلاة ضياؤه، البيت السعيد تعرج أرواح المصلين فيه إلى الله، البيت السعيد أواخر الليل لهم مع الله أسرار، هذا يناجيه، هذه في غرفتها وذاك في غرفته، ما أجمل هذا البيت. وكيف تدخل الأحزان إلى بيت اتصل أهله بالرحمن؟ هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. ولذلك وصيتي لمن أراد أن يكون سعيدا وبيته سعيدا أن يوصي أهله، لا يكفي أن تصلين ولا أنت أن تصلي، بل لا بد أن تأمر الأهل بالصلاة جميعا، لأن السعادة أن تترافقوا إلى جنات النعيم. هذا هو البيت السعيد. مرحبا بكم. من المحزن والله أن يوجد بيوت لا يخرج للصلاة منها إلا الأب، ولا يصلي في جوف البيت إلا الأم، والبقية خاصة في أيام الإجازات في سبات وفي غطيط. محزن والله هذا الأمر. من المحزن أيضا أن نوقظ أبناءنا للصلاة، آسف، لا، نوقظهم للمدارس، نوقظهم للمدارس في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، يوم الجمعة ويوم السبت لا يوقظون لصلاة الفجر، يتركون للنوم إلى قبيل الظهر، بل تؤثرون الحياة الدنيا. لا يسعد البيت هذا الذي يحرص الأبوين على دنيا الأبناء ولا يبنون أخراهم. من المحزن حقيقة أن تطلع الشمس في صلاة الفجر وبعض أبنائنا تحت اللحف، والحبيب عندما ذكر له إنسان رجل نام حتى طلعت الشمس قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. أن نقبل أن يبول الشيطان في آذان أبنائنا؟ من المحزن أيضا ونريد السعادة أن توجد زوجة صالحة تقية بجوار سرير زوجها تقول اتق الله، الناس اطلعوا من المسجد، خوف الله في نفسك، قم صل، وما يصلي وتصلي ودموعها على خديها. والعكس،
زوج جراجع من المسجد ويقول لها خوفي يلا طلعت الشمس قومي صلي، وبعضهن لا وبعضهن لا تصلي أو تؤخر الصلاة، والبعض من البيوت يهتم بدفع أبنائه الذكور ولكن الأم ما تهتم بإيقاظ البنات. إن السهر الذي عبث بمواقيت الصلاة في بيوتنا إن استمرت الفوضى في الصلاة هذه، يصلون متى ما قاموا ويصلون على الفرغة، إذا جت مباراة نجهز لهم الشاي والمكسرات والقهوة ولا يخرجون يصلون ونسمع صراخهم، طيب أين الله؟ قد قامت الصلاة على رؤوسهم يسمعونها، خاصة في مثل صلاة المغرب ينتهي وقتها بأذان العشاء. أيها الآباء أيها الأمهات، البيت حتى يكون سعيد نعم نهيئ لأبنائنا فيه أجواء المرح، ولكن ما نهيئ لهم أجواء ترك الصلاة، واللي ما يصلي هديها الله. طيب اللي ما يدرس ليه ما يهديها الله؟ يعني الدراسة والوظيفة نحترق حتى يقومون، وللصلاة ما نغير ساكنا؟ أخشى إن فعلنا ذلك أن تخرج السعادة مع الأبواب ولا تعود، ويبدأ البيت بيت فيه هم وحزن وضيق، كيف لا وأهله لا يتصلون بالله بأداء الصلاة. قولوا آمين. اللهم اجعل الصلاة قرة عيون أبنائنا وقرة عيوننا. اللهم آمين. هذا هو البيت السعيد. مروا أبناءكم للصلاة لسبع، هذا أمر محمد عليه الصلاة والسلام. فلما تأخر البعض في الأمر ما استطاع أن يأطرهم على الصلاة أطرا. في 7 سنوات إلى 10 سنوات أمر، وصل العاشرة ما صلى يضرب بأمر محمد عليه الصلاة والسلام. حتى ولو كنا نرحمهم إلا من أمر الله. فلما تأخر البعض فبدل ما يضربه في العاشرة لما لم يصلي، خاف هو أن يضرب من ابنه لما بلغ 20. الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما زار بنته فاطمة رضي الله عنها ودخل عليها في آخر الليل الثلث الأخير من الليل مع زوجها وجدهما قد ناما في الثلث الأخير، قال الحبيب أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ استغرب، لأنه يربيهم على أنهم ينبغي أن يحققوا الصلاة وأن يقيموا الصلاة، وليس المراد الصلاة للفرض، فصلاة الفرض هي الفاصلة بين الإسلام والكفر، إنما صلاة النافلة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نعم، وعندما أتت 10 الأواخر من رمضان كان الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي في نسائه من يوقظ صواحب الحجرات. نعم كان يوقظهن للصلاة. لماذا؟ ليس المراد أن يصلي هو وحده، بل المؤمن المأمور بأن ينقذ أهله من النار. الصلاة الصلاة، وكانت آخر وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو على فراش موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فإذا ما صلى من ملكت أيماننا، أبناؤنا أقصد، المراد بالأبناء والزوجة، إذا ما صلوا فأخشى أن نعذب بهم. نعم، وكم من ابن متعلق برقبة أبيه يوم القيامة. الصلاة ينبغي أن نأمر أبناءنا ونلتقي في مائدة، ليس الطعام، مائدة إيمان، نتواصى على إقامة، ليس فقط أداء، إقامة الصلاة. البيوت سعيدة بإقامة الصلاة فيها. جعل الله الصلاة قرة عيوننا وعيون أبنائنا. يا طالبا عيش الرغيد، يا راميا خيرا يزيد، أعمر بيوتك بالتقى وسل الإله من المزيد، وسل الإله من المزيد، وأمر أهيلك بالصلاة واخضع لخالقك المجيد، رب الصغار على العفا والقول والفعل الرشيد. هذا هو البيت السعيد، هذا هو البيت السعيد.